مستخدما أول كتابة عرفها التاريخ. يعمل الشاب الموصلي صفاء المشهداني على تدوين الخط المسماري في ألواح طينية كما السومريين قبل 5000 عام. يسعى صفاء الذي تخرج من كلية الآثار في جامعة الموصل لتعريف أقرانه بالكتابة المسمارية وترجمة محتواها. عندي هدف وكان عندي رسالة أن أوصلها للعالم، أنه الخط المسماري العراقي هو يعني بداية الحضارة، بداية الابتكارات للعراقيين القدماء، دونوا به الأدب والعلوم والمعارف، فلازم على الأقل العراقي هو لازم يتعلم الخط المسماري. لم تقتصر جهود جامعة الموصل على تعليم طلاب كلية الآثار كتابة وتدوين وترجمة الخط المسماري الذي كتبت به لغات عدة كالسومرية والبابلية والفارسية القديمة، بل إنها سعت إلى تخريج أكاديميين مختصين في هذا المجال يساهمون إلى جانب بعثات التنقيب الأجنبية في حل شفرات الخطوط والكتابات المسمارية. سترفد أقسام الآثار وكلية الآثار هؤلاء الطلبة في ميادين و المفتشيات للمساهمة مع بعثات التنقيب سواء الوطنية أو الأجنبية للإسهام في قراءة تلك النصوص ومعرفة مضامينها. الانفتاح الثقافي الذي عاد إلى نينوى بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الذي استهدف تاريخ العراق فتح المجال أمام العديد من الشباب للتخصص في مجالات التراث والآثار بعدما أدركوا أهمية هذا الموروث وضرورة إحيائه من جديد ونشره على أوسع نطاق ممكن. مع اتساع رقعة العارفين بالنصوص المسمارية والتاريخ السومري، يأمل صفاء وأقرانه صناعة نصوص ومسلات كتلك المحفوظة في متاحف اللوفر والبرغامون والتي صنعت من التربة ذاتها التي يصنع منها صفاء ألواحه. من الموصل محمد سالم، يو تي في.